هذا وأجرى الرئيس سيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتقدم الرئيس سيسي بالتهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيا لليبيا ولشعبها الشقيق الأمن والتقدم والازدهار. من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، معربا عن خالص أمنياته لمصر وللشعب المصري بالاستقرار والرخاء.